طبعا كلنا عارفين الكابتيفا السبع ركاب والنجاح الباهر اللي نجحته عندنا في بن حموده للسيارات بسبب نجاحها الباهر. احنا جبنا اختها الصغيره، سياره موديل 22 1.5 110 حصان، اسمها جروف زي ما انتم شايفين. السياره اللي قدامنا دي هي الفول اوبشن منها اللي اسمها بريمير، اصغر حجما عن الكابتيفا وخمس ركاب فقط، وده شكلها الخلفي رائع ما شاء الله. نلقي نظره عليها من الداخل، فتحة سقف بانوراما جميل. يلا اتصالاتكم وبسرعه.